هلا والله فيكم حلقة جديدة من توب 10 هذه المرة راح نذكر لكم أطول سلاسل ألعاب استمرت لفترة زمنية يعني لعبة بدت من زمان واستمرت إلى الآن موجودة تزل أجزاء جديدة وهذا حلقة من توب 10 برعاية Call of Duty Black Ops 4 Operation Absolute Zero شخصيات جديدة مناطق جديدة وأسلحة جديدة وأكثر والحين خلونا نبدأ في المركز العاشر معانا سلسلة King's Quest من تطوير سيارة Entertainment هي لعبة مغامرات تعتبر واحدة من العصر الذهبي للألعاب صدرت في الجزء الاول منها عام 1984 لجهاز الاي بي ام وتم اصدار ريميك الجزء الاول عام 1990 وعدد اجزاء السلسله تسع اجزاء صدرت على مختلف الاجزاء واخر جزء من السلسله صدر في عام 2015 وكان بنظام الحلقات اشبه بالعاب تلتين تل. وتم اصدار خمس حلقات للجزء الاخير عمر السلسله هو 33 سنه و5 شهور في المركز التاسع معانا سلسله بامبرمان صدر الجزء الاول منها عام 1983 على جهاز الام او صخر وهي لعبه اركاديه تحاول انك تفجر الاعداء من خلال المتاهه بانك تحط قنابل عليهم اللعبه حققت نجاح بعد ما اصدرت على جهاز النينتندو في عام 1985 من بعدها اصدرت اجزاء كثيره مبنيه على الجيم بلاي نفسه واخر جزء صدر من السلسله هو كان على جهاز النينتندو سويتش باسم سوبر بومبرمان ار في عام 2017 وايضا صار بعدين على الحاليه عمر السلسله هو 33 سنه و8 شهور فمكس الثامن معنا سلسله التيما وهي لعبه ار عالم مفتوح من شركه اوريجين سيستمز انك وتعتبر اللعبه احد الالعاب اللي حددت وصنعت جنرال ار بي بشكل عام كل جزء في السلسله كان يقدم شيء جديد مميز للجنرال ار بي جي وكانت الالعاب الثانيه تستنسخه وحاليا شركه اي اي تمتلك حقوق اللعبه اخر جزء هو التيما فور ايفر كويست فور ذا افاتار نزل عام 2013 بنظام فري تو بلاي على اجهزه الاي لكن تم اغلاقها في عام 2014 عمر السلسله 34 سنة وشهر. فما كنت السابع معانا سلسلة تترس، مين ما عرفها لعبة التركيب اللي صدرت على كل جهاز، الكونسول، البي سي والجوالات وأي شيء يخطر بالك حتى آلات الحاسبة. اللعبة الأصلية طورها واحد روسيا عام 1984، وكانت أول منتج ترفيهي يدخل أمريكا من روسيا. واحد الأسباب شهرتها الكبيرة لما صدرت جهاز الجيم بوي عام 1989 بحيث إنك تشتري جهاز الجيم بوي وتجي مع اللعبة بمجانية. وآخر جزء صدر منها هو تترس افكت في نوفمبر 2018 على جهاز بلاي ستيشن 4 والفي عمر السلسلة هو 34 سنة و5 شهور المركز السادس معانا سلسلة نوبوناغا أمبيشن من السلسلة القديمة من تطوير الشركة اليابانية كوي هي لعبة حربية من نوع تيم بي استراتيجي وصدرت على مختلف أجزاء بداية وصدرت على مختلف الأجزاء بداية من جهاز الـ MSX اللي هو صخر عام 1983 حتى آخر جزء صدر منها نوبوناغا نو يابو تايشي على جهاز بلاي ستيشن 4 والسويتش ونظام الاندرويد عام 2017 عمر السلسلة هو 34 سنة و8 شهور. في المركز الخامس معانا سلسلة وولفشتاين. سلسلة منظور الأول عريقة وابتدت السلسلة بالجزء كاسل وولفشتاين عام 1981. من تطوير ميوز سوفتوير كلعبة مغامرات تركز على عنصر التجسس وكانت بنظام التو 2 بمنظور علوي على جهاز الابل 2 أشبه بألعاب جراند ثيفت اوتو القديمة. والجزء الثالث تم تطويره من قبل الاستديو المعروف اد سوفتوير وتم تقديم لعبة وولفشتاين 3D وهي اللعبة اللي اشتهرت او خلينا نقول طورت نظام المنظور الأول واللعب السريع عمر السلسلة 36 سنة وشهر في المركز الرابع معنا سلسلة ألعاب ماريو من شركة نينتندو أشهر لعبة كانت سوبر ماريو براذرز على جهاز نينتندو في أجزاء كثير منوعة لها منها المغامرات منها الرياضة بأنواعها وحتى القتالية وصلت ألعاب السلسلة لأكثر من 200 لعبة تم تصميم شخصية ماريو من قبل أيقونة صناعة الألعاب شيجورو مايموتو وأول لعبة كانت دونكي كونك عام 1981 على أجهزة الأركيد واخر جزء سلسلة ماريو هو سوبر سماش التيمت صدر هذه السنة وبكذا يكون عمر السلسلة 37 سنة وشهرين مركز الثالث معانا سلسلة باكمان من شركة نامكو احد اقدم السلاسل الموجودة في تاريخ الالعاب تم اصدار الجزء الاول عام 1980 على اجهزة الاركيد من بعد الاصدار الشخصية صارت ظاهرة على وقتها وكانت موائل الالعاب اللي صار لها مسلسل كرتوني وكان لها ايضا تأثير كبير لصناعة الالعاب بشكل او باخر هي من أنشأت جنرال ميز تشيس وأبرزت دور الشخصيات في الألعاب بشكل عام عكس الألعاب اللي قبلها اللي ما كان في تركيز على الشخصية. آخر لعبة مصدرها هي باكمان ميكر اللي تخليك تصنع متاهات وتصمم كل شيء بكيفك. عمر السلسلة 37 سنة و6 شهور. في المركز الثاني معانا لعبة أو خلينا نقول سلسلة سبيس انفيدرز اليابانية. أول جزء صدر على أجهزة الأركيد عام 1978 وهي من أوائل الألعاب من جنرال شوتوما واحد اهم الالعاب اللي ساعدت في انتشار مفهوم الالعاب عالميا اخر جزء هو اركنويد فيرسس سبيس انفيدرز وهو كروس اوفر او التقاء بين لعبتين على انظمه الاندرويد والاي او اس عمر السلسله 38 سنه و11 شهر واخيرا في المركز الاول سلسله ذا اوريجون تيل اول جزء منها كان في سنه 1971 تم تطويرها من ثلاث اشخاص واصدرت على اجهزه الاتاري 8 بت والابل 2 وهي لعبة استراتيجية تعتمد على النص تم بنائها بشكل خاص عشان تعلم الأطفال عن حياة القرن 19 آخر جزء صدر على جهاز الوي عام 2011 ويعتبر أول جزء من السلسلة يستخدم ال 3D عمر السلسلة 39 سنة و11 شهر وهذه كانت الالعاب او خمسة سلسله الالعاب اللي استمرت من وقتها الى يومك الحين، اعطونا بالحلقه وايضا اذا عندكم العاب ثانيه تذكرونها اذكروا تحت بالكومنت، يعطيكم على المتابعه كماك بعد الشيحه، مع السلامه.